اليوم نحن بمرحلة جديدة، اليوم المرحلة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ضرورة استكمال بعض هذه الإجراءات، نظراً لأنه لم ننتهي كلياً من النتائج السلبية لهذه الجائحة، ضرورة إعادة تعزيز البنية التحتية الصحية اللي برز بعض النقاط الضعف فيها خلال المرحلة الماضية، وأيضاً ضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية لفئات اللي هي فئات مهمشة مثل القطاع الغير رسمي الانفورمال ايكونومي. لهذا السبب اليوم نحن بمرحلة التحول، وأيضاً نحن بمرحلة الترقب، لأنه لا نعرف كيف سيكون النشاط الاقتصادي للفصل أو النصف الثاني من هذا العام، ولا نعرف أيضاً هل سيكون هناك موجة أخرى لهذه الجائحة خلال هذا العام أو مطلع العام المقبل. لهذا السبب اليوم هناك صعوبة لاستشراف السياسات، وهناك ضرورة للتأني، ويقترح الصندوق على الدول العمل على ثلاث مسارات. المسار الأول يبقى هو الأهم، حفاظ حياة المواطنين من خلال أعطاء القدرة المالية للنفقات الصحية والنفقات الاجتماعية، العمل على مواكبة بعض القطاعات التي تأثرت بدرجة كبرى مثل قطاع السياحة ببعض البلدان أو قطاعات أخرى اللي هي رافدة لفرص العمل، وأيضا اليوم تعزيز عملية دعم نشاط المدن. وهون هيدي العملية على عدة مسارات، مسار اللي هو من خلال الإجراءات، ومسار من خلال الإصلاحات، تعزيز القدرة الإنتاجية، تحسين بيئة الأعمال، الاستثمار بالتكنولوجيا اللي هي برزت كنقطة مضيئة خلال المرحلة الماضية، كلها عناوين رفع الشفافية، كلها عناوين أساسية بالمرحلة المقبلة الذي يجب العمل عليها، ليس فقط لمواجهة هذه الجائحة إنما لبناء نظام اقتصادي جديد للسنوات المقبلة.